هلا بدنا نذكر انفسنا بالسنترويد. اذا عندي انا لو عندي جسم وخليني افترض انه هذا فيري فيري ثين، فيري ثين يعني هو بلين، ولو جيت هذا الجسم بدي الاقي بالنسبه لخط معين بالنسبه لاكسس معين. شوفوا هلا شو التعريف، هذا احد التعريفات، التعريف اللي انت حكيته صحيح، بس انا احد التعريفات اللي بفكر فيها. مثلا لو انا هذا الجسم هذا له اريا مظبوط، لو بدي الاقي مسافه معينه، في مسافه معينه اكس راح اسميها سي اكس، سي اوف اكس، معتبرت انا هذا الاكس اكسس. لو اخذت مومنتس لهذا الجسم حوالين هذا الاكسس، شو يعني مومنت؟ يعني لو جبت كل ستريب صغيره من هون، ستريبس صغيره من هون، اخذت كل ستريب لها اريا معينه وضربتها في المسافة تبعتها، واخذت ستريب ثاني وضربتها في المسافة تبعتها، وعملت كل هدول، كاني عمالي باخذ هذا اي مومنت، اذا ضربت في المسافة اي مومنت عمالي باخذ فيرست، لو ضربت في مربع المسافة ايش عم باخذ؟ سكند مومنت، سواء كانت مومنت اوف اريا او مومنت اوف ماس، مش هاي الفكرة العامة؟ احنا الفكرة العامة بامكاني اخذ للارياز او للماسز، بامكاني اخذ فيرست مومنت، بامكاني اخذ سكند مومنت، بتحب تاخذ تقدر تاخذ ثيرد مومنت وفورث مومنت، بس ما بعرفش له فيزيكال سيجنفيكانس. بس الفيرست مومنت على فكره بيشبه الى حد ما التورك مثلا. لو انا عمالي باخذ توركس حوالين او مومنتس حوالين نقطه معينه. اذا احنا عمالي بقول لو انا هاي الماس كلها جيت اخذت ستريبس صغيره وكل وحده ستريب ضربتها وجمعتهم كلهم، ممكن اكافئهم او يساووا الاريا كلها مضروبه في خط واحد. يعني كاني عمالي بقول الاريا كلها، مجموع الاريا كلها لو ضربته في سي اكس تساوي، خلينا نحطها كمجموع بالاول، من اي بيساوي واحد ل ان، وبكل حاله من الحالات هذول في عندي اريا صغيره هون اي اي مضروبه في اكس. الكل فاهم هاي شو يعني؟ يعني لو انا بدلته كله هذا الجسم بدي احط في نقطه، بدي احط الاريا هاي كلها اجمعها في نقطه واضربها في مسافه، هي المركز تبع هاي بتكون كانها المركز او الخط المسافه تبعت هذه الاريا حوالين هذا الاكسس اللي موجود هون. كمان ممكن نفكر زي ما انتم عرفتوها في السنتر اوف جرافيتي، لو جينا احنا على هاي الورقه، لو اخذنا هاي الورقه، هاي الورقه راح افترضها انها فيري فيري ثين ما لها ثيكنس، وجيت علقت الورقه اخذت نقطه هون وعلقت الورقه، اتس فري على فكره تطلعوا الورقه اتس فري تو موف، وين راح تستقر؟ راح يصير في عندي خط من هون مظبوط؟ لو رسمت الان خط من هون هذا لازم ايش يمر؟ سنتر اوف جرافيتي. ورسمناه، خلينا نرسم الخط. لو جينا الان اطلعنا على هاي ورسمنا الخط راح ارسمه بشكل هي، رجعت من هون هي استقر هون، راح اجي احط خط عمودي وارسم هذا الخط العمودي هون، بعدين راح ارد اجي اخذ هذا الجسم في مكان ثاني واتركه كمان فري، راح اجي ارسم نفس الشيء خط نقطة التقاطع اللي هي تقريبا هون، ايش بتمثل؟ سنتر اوف جرافيتي. لو انا اجيت علقت الجسم هذا من النقطة هاي من هون المفروض انه يتوازن، مش هيك؟ هذه نقطة هون، بس احنا هون اخذنا هذا نفس الشيء، شو الايكوفلنت ديستانس اللي لو ضربتها في كل اير بتساوي كل الديستانسز الصغيرة لما ضربتهم في الهاي، وطبعا هذا ممكن يتحول كمان إلى انتجريشن، مظبوط؟ لو هاي شلت ال x1 و x2 ولو اعتبرت هاي المسافه x1 واعتبرت المسافه هاي x2 بامكان هاي بتساوي عندي انتجريشن من x1 ل x2، راح افترض هاي الثيكنس هون دي اكس وهون في عندي ويدث، فبتصير عندي هذه اكس المسافه مضروبه في دي اكس ومضروبه في الويدث اللي موجود هون، سميه اذا بدك واي اوف اكس. انا ضربت هون اخذت فيرست مومنتس، مش هيك؟ هاي بتمثل الاريا مظبوط، دي اكس في واي اكس بتمثل الاريا، الاريا الصغيره انفينتسيمال ستريب، يعني هاي هي الاريا تبعت الستريب، لكن هذه الستريب كلها جاي موازيه لهذا الاكسس وضربتها في المسافه اكس من هون، عملت لهم كلهم انتجريشنز بيطلع معي سي اكس. وبامكاني اعمل نفس الشيء بالواي دايركشن مظبوط، مش ممكن اعمل زي هيك؟ هي هذا هون صار الواي دايركشن، واجيب ستريبس من هون صغيره جدا واعمل من واي 1 لواي 2 من هون والاقي
سي واي في الاريا اللي تساوي اي تساوي واحد لام خليها مثلا اي اي في واي. هذا نفس الشيء تفضل. هذا بيمثل نفس الشيء لو هاي الاريا بدي اخذ لها مومنتس حوالين هذا الاكسس اللي هو واي، تقاطع هذول النقطتين شو راح يطلع؟ تقاطع سي اكس وسي واي شو راح يعطيني؟ السنتر اوف جرافيتي تبع هذه الجسم. اوكي هذه مهمه لانه هلا راح نعمل اجريجيشن فبيهمنا نراجع سي اكس.